العصبية ديالو أكثر في الفترة ديال رمضان. لذلك اليوم غنعرفوا شنو هما هاد الأسباب. فالسبب الأول يعني كنلقوه يعني مهم جدا ورأيت أنني نبدأ به، هو أنه كيكون واحد النقص ديال الماء خلال الصيام، لأن الدور ديال الماء في العمل ديال الدماغ ديالنا، كنعرفوا أن الدماغ كي يعني الماء كيشكل فيه واحد 75% من مجمل ديال التكوين ديال الدماغ، وممكن أنه يكون هذا النقص ديال الماء اللي كيوقع لينا خصوصا خلال ديك فترة ديال الصيام كيكون مسؤول عن اضطراب الوظائف ديال الخلايا الدماغية والزيادة ديال العصبية والانفعال والتوتر وضعف التركيز. علاش كنلقاو الانسان مثلا كيفرق الصيام ديالو بديك التمرة وكاس الماء، من داك الكاس الماء ما كيعاودش يشرب، كتلقاه هي كياكل، كل هادي خذ هادي خذ هادي، فكتلقاه حتى الوقيته ديال السحور عاد كيشرب لك واحد جوج لترو ديال الماء، وداك الماء راه ما غاديش يستافد منه. ماشي بحال الانسان مثلا الا قسم مثلا ديك لترو ونص او جوج لتر ديال الماء اللي خصو يشربها ما بين الفتره ديال الفطور مثلا والسحور، وكيبقى على راس كل ساعه مثلا او ساعه ونص يشرب واحد الكويس ديال الماء، واحد الكاس هكذا ديال فيترو ربع لتر وهكذا، يعني كيبقى يشرب على دفعات، وهادشي راه غينفعو حتى هو باش ما يتعصبش. الحاجة الثانية هو الناس اللي كينقطعوا على التدخين، لأن الانقطاع المفاجئ على التدخين في رمضان وخصوصا على الناس اللي كيكونوا معتادين أنهم كيدخنوا بكثرة هو اللي كيؤدي لحدوث هذه العصبية، ممكن أنه يدخلوا في واحد الحالة نفسية بحال الاكتئاب، التوتر العصبي، الانفعال، يعني كيقول لك الإنسان دائما اللي كيدخن كيكون عنده هذا المشكل. كذلك الناس اللي كنقولوا حنا راه إلا ما شربوش ذاك الكويس ديال القهوة صحيح كيقول لك أنا ما كنفيقش ديك المنبهات يعني منشطات نعم يعني هذيك نعم نعم الكافيين، لان كافيين الكل يعاني منها، ربما هي التاثير ديال الكافيين هو اللي كيبان او كيترجم على ارض الواقع خلال النهار. نعم نعم، علاش؟ لانه هذا الانقطاع المفاجئ على تناول هذه المنبهات بحال القهوه بحال اتاي عند البعض، يعني كنلقاو خصوصا المدمنين، يعني قلت لك راه كاينين الناس قال لك انا خصني نفيق ديريكتومون ناخذ داك الكويس ديال القهوه، انا كندوز نهاري بخير، شنو ما خديتش داك الكاس القهوه راه الله اعلم بشنو غيوقع ليا في النهار. فوالا، يعني علاش؟ يعني هاد المدمنين مثلا على هاد المنبهات خصهم مثلا قبل رمضان يحاول ما امكن ينقصهم تدريجيا، يعني ماشي حنا دابا في رمضان وعاد قال لك الله خصنا نحيد القهوة، ما يمكنش. وهذا الشيء اللي كيعاون انه كيزيد هذه الحاله ديال التوتر والعصبيه عندهم في رمضان، حيث انه العلاقه بين هذا النقص المفاجئ لنسبه الكافيين كما قلتي استاذه خديجه في الدم خلال الصيام والشده ديال العصبيه عند البعض ديال الاشخاص كيكثر عاده، يعني كتلقى الانسان كيكون عنده واحد ارتباط عكسي بين الشده ديال العصبيه ونسبه الكافيين في الدم، يعني الا كانت ديك نسبه الكافيين في الدم اقل كتلقاه اكثر شده مثلا في العصبيه وكذا، كل ما نقص عندنا الكافيين في الدم ديالنا كل ما كنتعصبوا اكثر، وهذا مشكل. والحاجه الاخرى اللي غنهضر عليها هي الاضطرابات اللي كيكون عندنا في النعاس. صحيح. في رمضان كيكثر السهر، الانسان كيفيق للسحور، كاين اللي ما كينعسش ديك الفتره كامله من مثلا من الفطور والسحور وعنده الخدمه الغد ليه مع الثمانيه، فهذا الشيء كياثر لنا على ديك الساعه البيولوجيه ديال اللي كاينه عندنا اللي كاينه عند الانسان، وكيسبب ليه تقلب المزاج ديالو والحاله النفسيه ديالو والاصابه بالعصبيه. ونبغي نهضر مثلا على الرجال، بعض الرجال مثلا كيدخل من الخدمه كيبغي مثلا يمشي ينعس شي شويه وكذا، فشنو كيلقى؟ كيدخل للدار كيلقى واحد القائمه ديال الاحتياجات اللي ولا الطلبات اللي خصو يمشي يجيبها، فشنو كيوقع ليه؟ كيرتفع عنده داك العصبيه، كيتعصب، كيقدر كيغوت على موالين الدار ديالو، علاش مثلا ما علمتونيش قبل ما محتي انا كاين على برا وتقولها لي قبل ما ندخل للدار، وهذا مشكل. كذلك نهضر على النساء وخصوصا العاملات مثلا، كيقولوا ان كيكون عندها واحد الوقت محدد انها كتوجد فيه الطبلات الفطور، وتبارك الله كتلقى راسها تحت ضغط ديال الطلبات ديال ولا التوقعات ديال موالين الدار، هذا بغى هادي، هذا ما كياكلش هادي، فكتلقى راسها مضغوطه وكتعصب. هادشي كلشي في اطار شنو هما المسببات اللي كيكونوا اللي كيسببوا لنا هاد العصبيه في الشهر الكريم. اذا تختلف المسببات بطبيعه الحال، كل واحد من موقعه، كل واحد ووضعه، كل واحد يعني حتى الخلفيه ديالو الاقتصاديه ولا الاجتماعيه، يعني كتلقى مثلا استاذ يقدر يتعصب لان وضعه يختلف عن الموظف العادي، يختلف عن السيده اللي كاينه في البيت لربما الطلبات ديال تحضير الوجبات، يعني ربما هنا الاسباب كما توضح الان انها تختلف، لكن كتبقى التعامل ديالنا مع هذه العصبيه بطرق اللي ربما قد تتقاطع. كيف يمكن لنا ان نتعامل مع هذه العصبيه في رمضان؟ في
فباش نتفاداو بعدا الاصابه بهذه العصبيه وزياده ديال الحده ديالها، وكيفاش ممكن اننا نتعاملوا معها في رمضان. اول حاجه خصنا بعدا نعرفوا الجوهر ديال الصيام شنو هو. راه ماشي فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب، لا، بل هو تهذيب للنفس، واننا نعودوا النفس ديالنا على السكينه ونتعاملوا بهدوء في المواقف اللي كتكون متشنجه. ماشي انا فقط راني صايم راني ما كناكل ما كنشرب سيتوا، ماشي هو هذا، لا بالعكس، خصنا اننا نهذبوا النفس ديالنا، نحاولوا ما امكن الوقت اللي كنشعر بها بالغضب عوض ما نهضر ولا نتلفظ بشي الفاظ، نحاول ما امكن نتنفس مزيان، نحاول داك استنشاق مثلا زفير شهيق بواحد الطريقه، نحاول ما امكن حتى في الوقيته اللي كنخدموا فيها مثلا في العمل او كذا، نحاول ما امكن ناخذ واحد بضع دقائق. هذا الشيء كيعاون انه يخفف لنا التوتر والاجهاد الناجم على الطعام او عفوا على العمل والصيام، بالاضافه اننا نحاول ما امكن نقللوا من الساعات ديال العمل في يعني في الشهر الكريم، نحاول نمارسوا الرياضه. انا دائما كنوصي على هذا الجانب، والله يعني الرياضه عندها واحد الدور كبير ودور جميل في تعديل المزاج، بجانب انها كتحسن الصحه العامه. وكنصح انا بدوري انه نديروا التمارين الرياضيه اما قبل الافطار او بعد الافطار بثلاثه ولا اربعه السوايع ولا قبل السحور. علاش؟ الرياضه عندها واحد الدور مهم جدا في التحسين ديال المزاج ديالنا، ننظموا الاوقات ديال النوم ديالنا في رمضان قدر المستطاع، نحاول ما امكن حنا اللي نجيروا الوقيته ديال النعاس ديالنا. ان شنو كيوقع؟ راه المشكل كاينين الناس راه كيفوت رمضان ومازال عندهم داك الارق ومازال مولفين داك الصهير ومازال، فلا، نحاول ما امكن النوم ديالي نقادو. نحرصوا على تناول وجبه السحور. كاين الناس ديال اللي فريمون كيقول لك انا ما كنقدرش نتسحر، لا، في السحور بركه. علاش؟ نختاروا يعني اطعمه اللي كتكون صحيه اللي كتمنح الجسم ديالنا طاقه كافيه، لان هذا الشيء من اهم الطرق اللي كتخلينا نتغلبوا على العصبيه في رمضان خلال هذه الفتره ديال الصيام. كما قلت كاين اللي كينزل له السكر، يعني كاين اللي كينزل له السكر، كاين اللي كيحس بالجوع وربما هذاك الجوع كيوترو، يعني هادو من ضمن انا غنقول لك بيغ كو سا، انه كاينين بعض الناس اللي كيلجؤوا انهم ما شاء الله حنا الطبله المغربيه راه كتعرفي كي داير اللهم بارك، كاينين الناس اللي كيتناولوا دوك الحلويات الرمضانيه بواحد الكميه اللي كتكون كبيره. علاش؟ كيعتقدوا ان دوك السكريات كتساهم يعني انهم يشعروا بواحد الشعور ديال السعاده والشبع، يعني الاحساس بالشبع ربما. لا بالعكس، هذا الشيء كيدير واحد التقلبات مزاجيه شديده. صحيح. لان شنو كيوقع؟ المستويات ديال السكر كترتفع شويه عاوتاني كتنخفض بواحد الطريقه اللي كتكون سريعه، وهذا راه مشكل بحد ذاته. وكما قلت يعني نهضر على الماء، والله يعني نراعي اننا نشربوا الماء في الفتره ديال ما بين الافطار والسحور، لانه الا ما شربناش الماء راه غيوقع لنا كما قلت في الاول مشكل، لانه ما نحاولوش انا نشرب بواحد الطريقه اللي كتكون ديك الليترون ولا جوج تنشربهم مره، ما غنستافدش منهم بتاتا. نحاول كما قلت نقص من الماء على مدار ديك الفتره ما بين الافطار والسحور، ونقللوا ما امكن يعني من دوك العصائر بزاف الجاهزه وكذا. بغيت العصير ندير شي عصير اللي كيكون هكذا من فواكه الطازجه وهذا، وما نكثروش منه. نشربوا الماء لانه هو اللي فيه اللي فيه سميتو. طيب انا في نقطه في غايه الاهميه والكل ينتظرها، هو قبل ما ننتقلوا للنصائح او التوصيات ديالك استاذ وفاء، معنا واحد شخص مثلا عصبي في الدار، مثلا صديق صديقه عندهم هاد العصبيه، او مثلا في زملاء المهنه مثلا عنده هاد العصبيه، كيفاش يمكننا نتعاملوا معه؟ مهم جدا السؤال، فعلا سبحان الله، راه تما اللي كتكتشف، سبحان الله رمضان كيكتشفوا ناس كتلقاهم راه معيدين في العام كامل، ولكن في رمضان كيبانوا انهم عصبيين. فعلا راجع لهذا الشيء اللي قلنا في الاول، يعني كيكون شي واحد اللي كيكون مدمع المنبهات او لا التدخين، او لا مثلا كيكون عنده نقص ديال الماء، ولا ما شبعش النعاس مزيان. راه فريمون بعض المرات يقدر نكونوا حنا نيت ما شابعينش النعاس، ويقدر كتفاجئ من راسك انه كتقول علاش انا مثلا تصرفت بهذا التصرف، كانت شي حاجه اللي هي بسيطه وغوت مثلا، او لا تصرفت بشي تصرف ماشي هو هذاك، هو الاشكال فين كاين. فكيفاش نتعامل مع الانسان العصبي في رمضان؟ اول حاجه خصني نهد هذا الانسان اللي قدامي. من اهم الامور اللي كتخليني انني نتعامل مع الشخص العصبي في رمضان هو انني نسمع ليه بواحد الهدوء، نسمح ليه انه يهضر، خليه كيغوت وهذا خليه يهضر يخرج المشاعر ديالو. هذا الشيء كيعاوننا انه كيحس ذاك الانسان انه كتقدر، ولو انه كيغوت وهذا، ولكن كيحس انك كتسمع ليه، كتسمع لوجهه نظره، كتنتبه ليه. بمعنى انا ماشي الانسان كيهضر وانا عيني في شي بلاصه اخرى، لا،
انني مكونسونطري معاك، وحتى لغه الجسد ديالي مثلا حتى هي نتعاطف مع الحاله ديالك بواحد الصدق وبواحد الشفافيه، من خلال انني انا مثلا واخا انت معصب لي قدامي ولكن انا كنهضر بواحد الطريقه، بواحد البطء مثلا، واحد الشكل هو مباشر، نحافظ على الصوت الهادئ ديالي، ماشي هو كيغوت وانا كنغوت، فهذا مشكل بحد ذاتي. فالانسان اذا كنت انت هادئ فهذا الشيء كيعاون حتى باش تهدئ الانسان اللي كان قدامك، ما نتجادلش مع الانسان العصبي، ما نحاولش انني نغوت معاه ونتجادل معاه، لا قلتي لا ما ك... لا ما نحاولش انني نتكلم بواحد الطريقه اللي كيتكلم بها حتى هو، لان الشخص العصبي كيتكلم بواحد الشكل اللي كيكون جارح، ما كيكونش حتى منتبه لذاك الشيء اللي كيقول. خصني ما نتجادلش معاه، ما نحاولش انني يعني نهضر معاه بديك الطريقه السلبيه، ما نردش عليه بداك الغضب، ما نستفزوش، نحاول ما امكن انني نبرد، لان المجادله ديال الشخص الغاضب كتخليه اكثر غضبا، نحاول ما امكن نبحثوا على الحلول. يعني الانسان مثلا غاضب نشوفوا فين كاين المشكل، لانه الانسان مثلا العصبي في رمضان كيخلي كيتعصب اكثر مثلا، ولا كتلقى شي انسان ماشي عصبي كاع ولكن في رمضان سبحان الله كيتشوجا، نحاول ما امكن نعاونو انه يلقى الحلول اللي كتساعدو انه ينفس على داك الغضب ديالو. فانت الان كتعاون هذا الانسان انه يخفف من الغضب ديالو، وانت كدير واحد الحسنه، كنخلقوا هذاك الهدوء عن طريق اننا نحولوا دوك الانتباه ديالهم ولا دوك المشاعر ديالهم السلبيه لواحد العمل اللي كيكون ايجابي. هذه وحده. الثانيه هي انني ما ناخذش الامر بواحد الشكل اللي هو شخصي. مثلا غنهضر مثلا مع الزوجات، كيجي الزوج مثلا من الخدمه مشارجي وكذا، فكيجي كيغوت راه ماشي كيغوت عليك انت لان انت السبب ولا انت اللي درتي لي مشكله وكذا، لا راه ممكن عنده واحد الخلفيه، عنده اسباب، ما كيقصدكش انت بالذات او انت بالذات، فممكن هو عنده سبب ديال عنده اسباب مثلا بحال هنا يجب التعامل بذكاء هنا في هذه اللحظه. نعم. تعامل بذكاء حتى لا نصب الزيت على النار. فوالا، ماشي انا كتهضر بالجد حتى انا كنغوت بالعكس، كنفقد واحد الطاقه وما نوصلوش لبر الامان. يعني هنا الكثير من الازواج يعني في مثل هذه الحالات وصلوا للطلاق. نعم، ولا جيتي تشوفي المشكل كتلقى ما كاينش مشكل، تافه وبسيط. نعم، لذلك ما ناخذوش الامر بواحد الشكل اللي هو شخصي. والحاجه الثالثه هذه اللي غنوصي عليها، والله الوقيت اللي شفت راسي، يعني انا كان مع واحد الانسان اللي تعصب، درت كل شيء هذا الشيء اللي قلنا في الاول، ما قضاش معاه، نحاول ما امكن انني نسحب كل هدوء من النقاش، لانه في بعض الاحيان ممكن انه الشخص اللي قدامي كيكون غاضب بواحد الطريقه اللي ما يمكنش انني نجيري ذاك الغضب ديالو، يعني نحاول ما امكن واش ما قدرش انه يتهدي، افضل حاجه هو انني نسحب، لانه ممكن انه يكون هذا الشخص العصبي ممكن انه يهاجمني، ممكن انه يضرب، ممكن انه يدير شي حاجه، انا كنشوف بهذا الانسان بان لي ما قدرش انه يتكلم، اوتوماتيكمون كنسحب، كنقول له ودي سير تتبرد وهذا وعاد نجيو نهضروا، دابا ما غنحكمش عليك ولا، حيت بعد الخطر تشحب واحد كيدير قرارات وهو مصيريه، كتلقاه كيدير ديميسيون ديالو في الخدمه ولا يدير شي حاجه، علاش؟ لانه مثلا عصبي ولا تعصب في رمضان ولا غضب ولا هذا نتيجه لسبب من الاسباب. لذلك ما لقيتش مثلا شفت ذاك الانسان العصبي ما غيتهتنش، انا اللي غنسحب، انا مثلا نتكلمه باش ما ندخلش معاه في ديك الدوامه، باش حتى انا ما يدينيش لذوك الاعصاب ونتعصب حتى انا ونكونوا بجوجنا بحال بحال. صح نذكروا الانسان بالنصائح الدينيه والاخلاقيه والمغزى من الصيام والاهداف ديالو والمقاصد ديالو فعلا. نعم، تهذيب النفس، نصبروا، هو السمو والترفع هو الارتقاء عن كل ما هو يعني يتنافى مع الاخلاق وروح رمضان. نعم، بالعكس، يعني نحاول ما امكن انني ما نردش بديك الانفعاليه ديالو، وما نردش بديك الطريقه ديالو، بداك الصوت ديالو، لا بالعكس، كنحاول ما امكن، غيتقبل مني نصيحه ما غيتقبلهاش نسحب كما قلت في الاول، هذا هو. طيب في الختام اود ان نسدي الستار على هذا الموضوع استاذه وفاء بتوصياتك، يعني بشكل عام يعني للاطفال، لانك يعني لقوا حتى الاطفال كيتعصبوا لانك يشوفوا القدوه ديالهم مثل الاب والام كيتعصبوا، شنو نصائحك؟ نعم، فاول حاجه هو خصنا نتخلصوا من السلبيه في حياتنا. شنو هي السلبيه في حياتنا؟ هذه السلبيه ممكن انها تكون كتمثل في مجموعه ديال الناس اللي فريمون كاينين في لونتوراج ديالنا، ولا الاحداث اللي كتاثر على الزياده ديال المشاعر السلبيه ديالنا، ولا كتعاون اننا كنتوترو كنتعصبو كنتصرفو شي تصرفات اللي ماشي ديالنا. نحاول ما امكن اننا كنقولوا شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر العباده، نحاول دوك الناس المستفزين ما تكونش شويه تسال في هاد لابريود،
ايه باش نستشعروا هاد النعمه ولا هاد اللذه ديال هاد الشهر الكريم. ثاني حاجه نحاولوا ما امكن نقراوا القران الكريم قدر ما نستطيع، والله ما نضيعوش الوقت ديالنا في رمضان بقيام بامور تافهه، نحاولوا نستغلوا كل لحظه في شهر رمضان فهو شهر القران، نتقرب من الله بقراءه القران. هاد الشيء والله سبحان الله قراءه القران كتساعد في التهدئه ديال الاعصاب ديالنا، فهو علاج الروح ديالنا وكيكون علاج رائع لكل المشاكل. الحاجه الثالثه اللي غنهضر عليها هي اننا نعتبروا رمضان هو ديك النقطه ديال التغيير. والا سمحتي لي استاذه خديجه، وكان وعد يكون وعد المستمعين الكرام انه ان شاء الله يتحت الفرصه نهضروا على رمضان فرصه للتغيير، كيفاش نخليو رمضان هو اللي يكون ديك النقطة أو ديك البداية باش نتغيروا لما أحسن. علاش؟ لأنه لحددت في الداخل ديالي أن هذا رمضان هو شهر التغيير الأفضل، أنا كنسعى أنني نحقق هذا، كنقوم باتخاذ قرارات اللي كتخليني أفضل، كنحاول أنني نحافظ على العادات الجديدة اللي اكتسبتها في الشهر الفضيل، وكنخليها عادات اللي كتبقى عندي طول هذه المدة مثلا ولا طول حياتي إن شاء الله. الحاجة الأخرى اللي بغي نهضر عليها هي أننا نكتبوا خطة لرمضان. حنا دابا في رمضان، حاولوا ما أمكن نديروا واحد خطة عملية نقضي بها شهر رمضان، تقربوا يعني لله تعالى، يكون عندنا اهداف، لان الانسان اللي عنده اهداف ما كيركزش على ديك العصبيه. بالعكس انا مثلا عندي اهداف، خصني نمشي مثلا نسجد في الوقت، نتخلص من الكلام السلبي. ها انا راه كان كونترولي، يعني انا الا درت في دماغي عندي هدف انني نتخلص من الكلام السلبي، من العادات السلبيه، فاوتوماتيكمون من العادات السلبيه اللي كاينه عندي انني كنتعصب في رمضان، يعني انا بغيت نتغير، يعني اوتوماتيكمون راه غنبدل هذيك العادات السلبيه بعادات ايجابيه. الحاجة الأخرى اللي بغيت نهضر عليها هو أننا نتذكروا الهدف من الصيام. إذا شعرت بالعصبية الزائدة والتوتر، إذا تعرضت لأي موقف مثلا، نتفكر أن الصيام هو تقويم النفس، تحكم في الشهوات، تحكم في الأعصاب، هذا الشيء اللي كيخليني كنحس بواحد الراحة وبواحد السعادة وكنحقق التوازن والهدوء. الحاجة الأخرى اللي بغيت نهضر عليها هي صلة الرحم. والله أن صلة الرحم في رمضان عندها أجر كبير وعندها فوائد روحية كبيرة، وكذلك كتساعدنا أن نتخلصوا من ديك العصبية. بالعكس سبحان الله ديك الوقيتة اللي كندوزوا مع العائلة مع الأصدقاء كتخلينا كنشعروا بواحد الاسترخاء بعيدا كل البعد على ديك الإجهاد اللي كيكون عندنا في النهار. فالإنسان يفطر في الطرف ديال يمشي يدير واحد إطلالة على العائلة، يسمعهم وكذا. والحاجة الأخرى اللي بغيت نهضر عليها هي أننا نحدوا من دخول مواقع التواصل الاجتماعي. والله من أهم الأمور اللي كتزيد من التوتر العصبي في شهر رمضان هي كثرة الدخول على هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي. كتلقى الطبالي الناس كيصوروهم، كتلقى مثلا اللباس شبا، يعني كل واحد والمنظور ديالو فين كان عنده واحد الخصاص أو كذا، فكيسبب لي هذا واحد النوع ديال العصبية، وعلاش أنا وعلاش الآخر عنده وعلاش أنا ما عنديش، كيكون واحد الكونفلي ولا واحد الضغط عليه وواحد العصبية. نحاول ما أمكن انا هذا الشهر نحيد مثلا ولا ينقص نقص من الاوقات اللي انا كندوزهم في هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي، لانها كما قلت يعني كتعاون انها كتخلينا كنتصابوا بالتوتر وبالارق. فهذو هما النصائح اللي غنعطي اليوم، وكنتمنى والله انه الناس يعرفوا ان هذا الشهر هو شهر مبارك، ماشي الشهر ديال العصبيه وماشي الشهر ديال الغضب وماشي الشهر ديال السمو ديال الترفع. نعم فعلا بالعكس، واحد الشهر اللي جميل جدا بحال واحد لو ديتوكس كما كنديروا الديتوكس تماما، هذا ديتوكس فعلا فعلا. كنشكرك جزيل الشكر استاذه وفاء، مسلك ورمضان كريم وكل ما كتمنى ان شاء الله في حياتك. شكرا جزيلا لك بالمثل يا رب. شكرا جزيلا، الى اللقاء. شكرا استاذه وفاء. اذا مستمعينا